يخطئ من يظن أن مواجهة مصر والسنغال الجمعة المقبل بتصفيات المونديال هي أول المواجهة الصعبة التي تجمع بين المنتخبين، نظراً لتكرار المباريات الهامة والحاسمة بين مصر والسنغال في القارة السمراء. وحقق الفراعنة 3 انتصارات رائعة على السنغال خلال الألفية الثالثة، مباريات مثيرة وحماسية ظلت معقدة وتم حسمها بمهارات أبناء النيل. المباراة الأكثر حضوراً في أذهان المصريين هي قمة 2006 بعدما التقى الفراعنة مع السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا، والتي كانت بداية ثلاثيات حسن شحاتة التاريخية. وقتها فاز المنتخب بهدفين مقابل هدف، وسجل عمرو زكي هدفاً تاريخياً في الدقائق الأخيرة، قاد بها منتخبنا للفوز والعبور للمباراة النهائية وحصد اللقب. ولمصر فوز آخر لا ينسى على السنغال في أمم إفريقيا 2000، وقتها فاز الفراعنة على تيرانجا بهدف دون رد سجله حسام حسن. وفي عام 2001 كان موعد قمة ثالثة، حيث التقى منتخب مصر مع السنغال في تصفيات المونديال، مباراة أقيمت بحضور 100,000 مشجع باستاد القاهرة، وقاد الأسطورة محمود الجهري الفراعنة للفوز بهدف أحرزه أحمد حسام ميدو. ويتجدد مساء الجمعة المقبل لقاء العمالقة بين مصر والسنغال، وتترقب الجماهير المصرية فوز جديد للفراعنة لتحقيق حلم الصعود لكأس العالم، وكذلك تعويض خسارة لقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة أمام السنغال بركلات الحظ الترجيحية.